بقول لك يا رافض. يا فندم. عينك على المزرعه الثالثه، لو حصل اي تحرك او شفت اي حاجه تبلغني على طول. تمام سيادتك يا فندم. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين يا فندم. اللهم اني احتسب هذا العمل عندك. اللهم اني احتسب هذا العمل عندك. فاكتبه اللهم لي في ميزان حسناتي. فاجعله في ميزان حسناتي. واشهد ان لا اله الا الله. واشهد ان لا اله الا الله. واشهد ان محمد رسول الله. واشهد ان محمد رسول الله. كلمة عليها نحيا. كلمة عليها نحيا. وعليها نموت. وعليها نموت. وبها نجاهد في سبيل الله. وبها نجاهد في سبيل الله. وعليها نلقى الله. وعليها نلقى الله. الله أكبر. 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 اهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين مره تانية. بالمناسبه المشهد ده اقول لك انه مش هتستوعب الشعور اللي بيبقى جوه الضباط والمجندين وحاجات زي كده، غير لو انت فعلا في مرحله او في لحظه من لحظات حياتك تعرضت لخطوره داهمه تهدد حياتك. لا، وبالمناسبه يعني مش مثلا حادثه عربيه بعد الشر عن الجميع على الصحراء، حاجه شبه دي. فدي ما يقدرهاش ولا يستوعبها غير الناس اللي تعرضت لده جدا، لان انت بتحس ان انت ايه بقى، خلاص يعني كم ادرينالين عمال نسبته عماله بتزيد في دمك، ضربات قلب سريعه جدا، مش عارف ايه. طبعا اول حاجه هتحصل ان في حد هيتفز لك يقول لي وانت ايش ضرك، هقول لك انا حضرت. لا، حضرت مين؟ انا جوه حربين، مره في سوريا ومره في ليبيا، وشفت ده، يعني كنت واقف في هذا الموقف. اللي كتب هذه المشاهد، اللي كتب هذا الحوار، اللي قاعد يفكر في الشعور اللي المفروض يبقى جوه عمرو يوسف وجوه الأبطال بتوع العمل، لازم يكون في عنده مخزون كبير جدا. مش بالضرورة يكون اتعرض لشيء، لكن يكون عنده مخزون مذهل عشان يوصل لك الإحساس اللي انت حسيت بيه وانت في البيت. خلوني أرحب بهذا الرجل اللي قدم لنا ملحمة وبطولة عظيمة اسمها الكتيبة 101، إياد صالح منور. لا نورك، عامل إيه؟ الحمد لله تمام.